الفصل التشريعي السابق اللي هي ايه؟ مشروع قانون للأحوال الشخصية ما يتعلق بالرؤية والاستضافة، يمكن أهم نصوص قانونية عدلت وجاء في مشروع هذا القانون، جاءت في مشروع هذا القانون. اللي هي ايه يا فندم؟ الرؤية والاستضافة يا فندم، يعني المشروعات اللي هو ايه الجديد فيها يا فندم؟ ان الاب الجديد اللي فيها، الجديد اللي فيها هي لم تكن هناك استضافه وانما كانت رؤيه فقط في القوانين السابقه. هذا القانون اقر الاستضافه وقال انه ممكن يكون في استضافه من 8 ساعات ل 12 ساعه، كمان في ممكن يبات ليلتين او يومين عند غير الحاضن في الشهر، وكمان من حقه أن يستضيفه لمدة 7 أيام في السنة. الاستضافة دي لم تكن موجودة خالص في القوانين. دي حاجة كويسة أفضل. غير وفندم أوكي، دي إيه تاني؟ حضرتك ما ترتيب الأب في علم الزوجة بزواج جوزها للمرة الأخرى، وجرم هذا الفعل، جرم هذا الفعل، يعني في القانون ما كانش فيه ما يفيد ان هذا الفعل يعتبر يعني جريمه، ولكن هذا الفعل جرم بحيث ان هو ليه عقوبه وهي عقوبه الحبس لمده سنه وغرامه 20,000 جنيه حد ادنى. الحبس والغرامه او الحبس او الغرامه يا سياده النائبه؟ يا فندم يا ده يا الاثنين ويا بعض. يا ساتر يا رب. الحد الادنى 20 والحد الاقصى. والقانون ده هيتطبق باثر راجع يا سياده النائبه؟ لا يا فندم مفيش حاجه اسمها اثر راجع. طيب مفيش اثر. الجواز العرفي برضه يعتبر زوج لم يبلغ عن زواجه؟ لا، ده هو لازم يا فندم يبلغ عن زواجه الزواج الجديد يبلغها ان هو متزوج ومعه اولاد، والزوجة القديمة لازم برضو يبلغها بان هي حصل زواج اخر بالنساء. طيب. ولازم يختار رسمي، والمأذون اللي هيعمل الاجراء ده من غير ما تتخذ تلك الاجراءات من علم الزوجة الاولانية والزوجة الثانية برضو هيعاقب. ما هو ده يشجع على مادة تاني مهم جدا في هذا القانون، وهو ما يتعلق بسن سن الحضانة لغاية 15 سنة، كمان عملية الترتيب والترتيب الخاص بالحضانة. الأب كان في الترتيب 16، أصبح في الترتيب 4، يعني الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب. لما يبقى أم الأب والأب أنا أعتقد كده يبقى في المرحلة الثالثة يعني، فطبعا في تقدم كبير جدا من 16 ل 4. إذا سيادة النائبة، أنا بس علشان نبدأ شغلنا كإعلاميين مهنيين، الكلام ال 12 هو صحيح، لأن أنا في هذا البرنامج يا سيادة النائبة كنت متحرج أن أناقش أي بدة من البنود لأنها كانت مجرد مواد متداولة على السوشيال ميديا، وكنت وفريق الإعداد نخشى أن نتناول تلك الأمور بوصفها إحنا لما اطلعناش عليها. أما وأن حضرتك رأيت مشروع القانون ونصوصه فكل ما نشر عنه حتى الآن صحيح، وبالتالي من حقنا كإعلام أن نناقش تلك البنود حتى يكون المشرع على علم بآراء الناس. طبعا يا فندم لازم هيتم مناقشة، ولازم هتتم دراسة، ولازم هتتم حوارات مجتمعية، ولازم يعني في جلسات استماع كتير جدا هتكون. كمان انا عايز اقول لحضرتك هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، بمعنى ان لابد ان يتم عرضه على مجلس الشيوخ. هنناقش الايام اللي جاية يا فندم وهنستمع. شاكر فضلك النائبة المحترمة الاستاذة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان. كل الكلام اللي اتقال انا كنت الحقيقة وفريق البرنامج احنا عندنا حلقة بكرة عن ده نناقشها ازاي، احسن يكون الكلام ده سوشيال ميديا. فدلوقتي احنا كل الكلام اللي نشر عنه صحيح. طبعا اكتر مادة هتثير المسألة اللي يتجوز على مراته. انا مقدما بقول لكم ان ربما يصطدم ده برأي الدين. نمرة 2 ان ربما يشجع على انواع اخرى من الزواج كثيرة جدا وهي الجواز العرفي. والجواز العرفي كانوا بيروحوا عند محامي ويكتبوا ورقتين. مش هيحصل جواز عرفي، هيحصل ايه؟ 2 عايزين يتجوزوا هيجيبوا 2 اصحاب شهود قابلت وهو يقول قابلت والاتنين شهود، وهما شرعا قدام ربنا يقول لك ان الزواج وقع. انا بقول لكم اللي بيحصل واللي هيحصل كويس، وبالتالي ولا الزوجه دي هتعرف ولا التانيه هتعرف. انت انا راضي وانت راضي، وانت مالك بقى ايه يا سياده المشرع؟ فبس هنستعد الايام اللي جايه هيبقى فيه حكاوي
وقصص كتيرة جدا. طيب أسوان بتستعد لمنظومة التأمين الصحي. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.